بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رايحين نبلش بالوحدة الأولى اللي بتحكي عن المثير فاندمنتالز. في الجزء الأول رايحين ناخذ داتا كوميونيكيشن، داتا كوميونيكيشن سيستم كومبوننتس، الداتا ريبريزنتيشن، داتا فلو نتوركس اللي هي نتورك كريتيريا والفيزيكال ستراكشر والكاتيجوريز اوف نتورك كوميونيكيشن. المرة اللي فاتت أعطيناكم لمحة بسيطة، قلنا لكم إنه لما يصير في عندنا عملية تبادل داتا ما بين جهازين، يعني بمعنى آخر إنه إحنا نتبادل information معينة ما بين هذول الأجهزة الاثنين. وقلنا لكم إن الداتا communication تعني اللي هي عملية التبادل لهاي الداتا أو لهاي information ما بين هذول الجهازين الاثنين. في عندنا مصطلح رئيسي في عملية الاتصال ما بين الأجهزة مع بعض البعض اللي هي الإفكتيفنس أو الفعالية. الإفكتيفنس of data communication system تعتمد على أربعة fundamental characteristics اللي هن ذكرناها المرة اللي فاتت: الدليفري اللي هي الداتا must be received by the intended device، والأكيوريسي اللي هي عملية الدقة، إن السيستم must deliver the data accurately زي ما طلعت الداتا لازم يستلمها الجهاز الثاني، والتايم لاينز اللي هي في عندنا حدود في عملية اللي هي تحديد الوقت اللي لازم تطلع بالداتا وتوصل بالداتا. إذا صار في عندنا عملية تأخير في وصول الداتا ممكن من الداتا تتعرض لعملية اللي هي الخسارة. وفي عندنا اللي هو الجيتر refers to the variation in the packet arrival time، وقلنا لكم الفرق بينها وبين الديلي اللي تتذكروا في المحاضرة السابقة. الكومبوننتس للداتا كوميونيكيشن الرئيسية، في عندنا العنصر الأول اللي هو الرسالة اللي يتم تبادلها ما بين الأجهزة الاثنين، وهي المسج بنسميها بالإنجليزي اللي هي المسج is the information يعني الداتا to be communicated اللي يتم تبادلها ما بين الأجهزة مع بعضها البعض. في عندنا المرسل لهاي الرسالة، في عندنا المستقبل اللي يستقبل هاي الرسالة، وفي عندنا the transmission medium اللي هي الوسط اللي بتنتقل به الرسالة. والبروتوكول هو عبارة عن مجموعة زي ما قلنا لكم برضه في المحاضرة السابقة، من البروتوكول المجموعة من القوانين أو الرولز، وهي اللي بتسوي لنا عملية تحديد كيف يتم الإرسال الداتا، كيف يتم استقبالها، كيف يتم تجزئتها إلى آخره. كلنا دول بنسميهم بروتوكولات، وهي عبارة عن قوانين، مجموعة من القوانين بتنظم لنا عملية انتقال الداتا من A to Z. Data representation، في عندنا خمس representation للداتا. في عندنا text، numbers، والimages، والفيديو، والاوديو. هذول هن خمس أشكال. وأيضا سولفنا لكم عن موضوع رئيسي اللي هي الأنالوج والديجيتال signals اللي بتسوي لها عملية تنفيذ للداتا. الداتا لما بتطلع من السورس للديستنيشن بآخر لاير اللي هي الفيزيكال لاير، طبعا هي آخر لاير، لكن من حيث ترتيبها سواء كان بالاي او اس او تي سي بي اي بي سوت اللي فيها خمس لايرز او اربع لايرز، والاي او اس اللي فيه سبع لايرز، هي بتاخذ الترتيب رقم واحد الفيزيكال لاير. لما تطلع من الفيزيكال لاير، طبعا كل هذا رايحين انتم اخذتوه باللي هو شبكات الحاسوب واحد، يتم تمثيلها بالبيتس، رايحين نسولف عنها كمان شوي، وسولفنا لكم عنها برضه بالمحاضره السابقه اللي هي 01. ثم تتكون من سيجنالز اللي تنتقل من خلال الميديا او الميديوم اللي هو الوسط الناقل ما بين السندر وما بين الريسيفر.
تمثيل هاي الداتا بكون انالوج او اللي هو الديجيتال. الداتا فلو زي ما ذكرنا المره اللي فاتت، في عندنا اللي هو السمبلكس، وفي عندنا الهاف دوبلكس، وفي عندنا الفول دوبلكس، وفي عندنا اللي هو البيتس اند بايتس. قلنا البيت هي الوحده الاصغر في تمثيل الداتا، بتكون 0 او 1 وكل 8 بيتس، بكون عندنا البايتس وهي الوحدة ارسال الداتا، عندنا الاحرف في الارقام تتمثل ب اللي هي البايتس. برضو اخذنا المره اللي فاتت اللي هي الكيلو بايتس تمثل 1024 بايتس، الميجا بايتس تمثل 1024 كيلو بايت، الجيجا بايتس 1024 ميجا بايت، والتيرا بايتس 1024 جيجا بايت. تقريبا وصلنا المره اللي فاتت لعند النتورك، قلنا ان النتورك ريكويرز 2 هي عباره عن، طبعا هذا مصطلح يعني تعرفنا عليه احنا بشبكات الحاسوب واحد، قلنا انه النتورك هي عباره عن مجموعه من الاجهزه متصله مع بعضها البعض، عمليه الاتصال بتكون سلكيا او لا سلكيا طبعا، والهدف من عمليه الاتصال ما بين الاجهزه بكون اللي هو تبادل المعلومات. اذا كمان مره بنقول انه الشبكه هي عباره عن مجموعه من الديفايسز، واللي احنا بنعطيها بال كورس تبعنا هذا تكونوا انتم فاميليار معه، بنسميها النودز او العقد، وهاي العقد بتكون متصله مع بعضها البعض من خلال اللي هي اللينكس. في عندنا اللي هي الوير وفي عندنا الوير. طيب النود شو هي؟ النود هي بتكون ممكن عبارة عن كمبيوتر، برينتر، or any other devices capable of sending and receiving data generated by other nodes in the network. طيب أيضا تعريف آخر للنتورك غير إنها عبارة مجموعة من النودز تتبادل المعلومات مع بعضها البعض. النتورك هي عبارة عن خليط مزيج ما بين الهاردوير والسوفتوير. يعني لما احنا اخذنا عرفنا الكمبيوتر، قلنا الكمبيوتر بداية لما دخلنا الكمبيوتر ساينس عرفونا الكمبيوتر، قال الكمبيوتر هو عبارة عن مجموعة من الأدوات نحاسية وبلاستيكية مصفطة بترتيب معين، مرتبة بترتيب معين، بحيث أنه صار في عندنا تعطينا شكل كمبيوتر. يعني في عندنا الشاشة، في عندنا الكيبورد، في عندنا الكيس. طيب هذولا بدون ما يكون في عندنا عنصر ثاني رئيسي، هل بقدر انه احنا نخش على الكمبيوتر او يشتغل الكمبيوتر، او احنا نقدر نطبق اي برنامج على الكمبيوتر، او انه احنا نقدر نستخدم الايميل على الكمبيوتر؟ اكيد لا، لانه بنقص عنصر رئيسي وهو السوفت وير. كما الكمبيوتر هو عباره عن مجموعه من الادوات البلاستيكيه والنحاسيه والحديديه زائد اللي هو السوفت وير، نفس الشيء الشبكه. الشبكه بامكاننا احنا نعرفها على اساس انها هي عباره عن مجموعه من الهاردوير ومن السوفت وير. هذول المجموعتين او المكونين الرئيسيات هن اللي بيساعد في عمليه الاتصال وما بين الاجهزه مع بعضها البعض داخل الشبكه. And hardware consists of
يعني شو هي الهاردوير؟ الهاردوير للشبكة هي تتكون من الفيزيكال إيكويبمنتس. فيزيكال إيكويبمنتس يعني المعدات الفيزيائية. فيزيائية يعني إحنا بنقصد بفيزيائية هون مش فيزياء فيزياء، لا مقصود بها يعني الأجزاء اللي إحنا بنقدر نمسها بإيدنا، نقدر نحسها بإيدنا، بنقول إنه هاي جزء فيزيائي من الشبكة. يعني البي سي، الورك ستيشن، السويتش، الراوتر، كل هذول أجزاء فيزيائية ملموسة. السوفت وير كونسيست، طبعا السوفت وير قلنا هي اللي بتخلي، اللي قبل شوي لما عرفنا الكمبيوتر، الكمبيوتر قلنا لما قلنا هو عباره عن اجزاء فيزيائيه مرتبطه مع بعضها البعض، حتى تقدر تتفاهم هاي الاجزاء مع بعضها البعض وتؤدي الشغل تبعها، اللي بيعلمها الحكي هذا اللي هو السوفت وير. اذا السوفت وير هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن مجموعه من التعليمات الانستراكشن، هي اللي بتدل شلون الاجهزه المختلفه للشبكه انها تتعامل مع بعضها البعض. الهدف ليش تتعامل مع بعضها البعض؟ الهدف من تعاملها مع بعضها البعض انه تقوم بواجبها الرئيسي. شو واجب الرئيسي للشبكه؟ اللي هو نقل البيانات من جهاز الى جهاز اخر. الكريتيريا، نتورك كريتيريا، نتورك must be able to meet a certain number of criteria. الكريتيريا الأولانية اللي هي performance، الأداء. Performance can be measured the trans time and response time. وهذا أساسي جداً في عملية إرسال واستقبال الداتا. لازم يكون في عندنا حتى يكون أداء الشبكة عالي، يعني هذا المعيار الأول، حتى يكون أداء الشبكة عالي لازم إنه يكون إرسال واستقبال الداتا إذن المعيار الأول قلنا، المعيار الأول اللي هو أداء الشبكة. طيب نيجي لمعايير أخرى غير performance، وهو المعيار الأهم performance، بيسوينا عملية تقييم لعنصرين أساسيات في الشبكة. الأولاني اللي هو الثروبوت، يعني بيقيس الثروبوت، ولما احنا بنسولف على البرفورمانس بنسولف على الثروبوت والديلي. الثروبوت والديلي. الآن الثروبوت اللي هو السعة الكلية للميديا اللي بتنتقل بها الداتا، والديلي اللي هو التأخير في وصول الداتا. طيب إذا بننظر لهم من طرف آخر بنقول بناء على التعريف تبعهم هذول الثروبوت والديلي، هل نحن بحاجة إلى ثروبوت عالي ولا ثروبوت قليل؟ هل نحن بحاجة لديلي عالي ولا ديلي قليل؟ حتى يكون البرفورمانس الكريتيريا الأول، المعيار الأول في الشبكة، حتى يكون البرفورمانس عالي لابد أن يكون الثروبوت عالي، يعني بحاجة إحنا للثروبوت عالي، وبنفس الوقت يكون الديلي أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، لأنه كل ما زاد الديلي بصير في عندنا عملية اللي هو الأداء الشبكة بكون عندنا ضعيف. المعيار الثاني reliability،
Network reliability بتقيس لنا the frequency of a failure and the time it takes a link to recover from failure. إذا الريلايبيليتي العنصر أو المعيار الثاني من معايير الشبكة اللي هو الريلايبيليتي. الريلايبيليتي يقيس لنا شيء مهم جدا. الآن الشبكة تبعتنا في أي لحظة من اللحظات ممكن إنها تتعرض إنه يصير في عندنا فيلر بيها، بحيث أن الأجهزة تصبح غير قادرة على الاتصال مع بعض البعض. وعملية أن تصير الأجهزة غير قادرة أنها تتصل مع بعض البعض معناته صار في عندنا فشل في اللي هو إرسال واستقبال الداتا. كل ما زاد الفريكونسي في عملية ظهور هذا الخطأ معناته الكريتيريا هاي ما تحققتش اللي هي الريلايبيليتي. هاي واحدة. اثنين، كل ما قل الوقت في عملية إصلاح هذا الفشل اللي هو انقطاع الاتصال ما بين الأجهزة مع بعضها البعض، كل ما قل الوقت بتكون عندنا الريلايبيليتي عالية، كل ما زاد الوقت بتكون عندنا الريلايبيليتي أقل. إذا إحنا بحاجة لأول شيء بيرفورمانس عالي، اثنين ريلايبيليتي عالية. طيب نشوف المعيار الثالث اللي هو السكيورتي، وهي أمن الشبكة تبعتنا. الأمن هون إنه إحنا الشبكة تبعتنا لا يتم الاختراقها أو الولوج إليها أو الدخول إليها إلا من قبل الناس اللي مصرح لهم الدخول. طبعا لما نقول دخول للشبكة هون بكون الأهداف مختلفة. إذا كان أنا يوزر على الشبكة هاي أو كاستمرز على الشبكة هاي معناته بيكون معي يوزر نيم وباسورد، معناته دخولي للشبكة بكون إيش؟ ليجل، قانوني. معناته أنا بستخدم الشبكة وأنا معروف مين أنا الشخص اللي قاعد داخل الشبكة ومعروف ويش أنا بدي أستخدم الشبكة هاي. لكن إذا تم الدخول للشبكة هاي من قبل أشخاص الليجل يعني غير مصرح لهم بالدخول لهاي الشبكة معناته صار في عندنا خرق. هذا الخرق الاعتبار انه بكون في عندنا السكيورتي صار في لها صار فيها مشكلة، يعني الامن تبع الشبكة تبعتنا صارت مخترقة، صار ممكن اي شخص انه يدخل لها. بعد ما يدخل لها هذا الشخص سواء كان هاكر او اتاكر بكون له اهداف مختلفة. طبعا هاي مش مجال احنا نسولف عن هذه المحاضرة تبعتنا، إليها من ناس ثاني اللي يتخذوا بنتورك سيكوريتي. إذا النتورك سيكوريتي إيشو إنكلود اللي هي protecting data from unauthorized access، إنه لما يصير في عندنا عملية دخول للشبكة من unauthorized users. اثنين حماية إنه يصير في عندنا هذا الخرق. اثنين حماية الداتا from damage. قلنا لكم الأشخاص اللي بدخلوا على الشبكة كلهم أهداف مختلفة. من الأهداف واحد منها سرقة الداتا أو تدمير الداتا أو تدمير الجهاز نفسه. إذا إحنا لما يكون في عندنا سيكوريتي مأمين سيكوريتي عالي للشبكة تبعتنا، إذا إحنا قادرين على إنه نحمي عدم الدخول هاي الشبكة إلا من قبل الأشخاص المخول لهم الدخول على هاي الشبكة. احنا قادرين على انه نحمي الداتا تبعتنا اللي موجودة على الاجهزة اللي موجودة على الشبكة. While implementing policies and procedure for recovery from data losses. الداتا اللي موجودة عندنا على الجهاز تبعتنا او على الاجهزة المكونة للشبكة او حتى السيتنج اللي موجودة على الراوتر او موجودة على السويتشز او موجودة على المكونات الرئيسية للشبكة، كل هذه يكون فيه عليها داتا
مثلا للكونفيجريشن، يكون في باسوردز، يكون في عندنا كلمات ترحيليه، يكون في عندنا معلومات داخل الاجهزه داخل السيرفرات. كل هذول احنا لازم يكون في عندنا اجراءات مشان نخفف انه الان اوثرايزد بيرسونز انه يدخلوا عليها. البروتكتنج حمايه الداتا من هنسيز عليها عشان الدمج او ضياع لهي الداتا، وبالتالي بكون في عندنا حققنا الكريتيريا الثالثه الرئيسيه. اذا ثلاث كريتيريا رئيسيات للشبكه حتى تكون الشبكه عندنا شغلها كويس: performance و security وايضا اللي هو الريلايبيليتي. قلنا البرفورمانس بامكاننا احنا نقيمه من خلال عنصرين رئيسيات اللي هو الثروبوت والديلي، وفي عندنا الريلايبيليتي وهي ميجر الفريكونسي والفيلر، وقديش بياخذ وقت ان احنا نعالج الفيلر، والثالثه اللي هي السكيورتي، والشيء الثلاثه هذول اللي ذكرناهم: protecting data from unauthorized access, protecting data from the damage, or implementing policies and the procedure for recovery from data losses. ننتقل الآن إلى موضوع جديد اللي هو النتورك. في عندنا physical structure. Physical structure يعني الشكل الفيزيائي المكون للشبكة. قلنا فيزيائي ملموس بايدنا، يعني ملموس بايدنا غير السوفتوير. السوفتوير ما بنقدرش ملموس بايدنا. اذا احنا بنسولف عن المكون الرئيسي الاول وهو الهاردوير. تايب اوف كونكشن، في عندنا تو بوسيبل تايب اوف كونكشن اللي بتكون قادرين احنا نوصل الاجهزه المكونه للشبكه مع بعضها البعض. في عندنا اتصال ما بين نقطة ونقطة نسميها point to point، ما بين جهاز لجهاز. point to point communicate provides communicating links between two devices، يعني يكون في عندنا اتصال ما بين جهازين فقط. ها؟ وبالتالي لما يكون في عندنا احنا حاجزين الاتصال ما بين جهازين فقط داخل الشبكة، شو معناته؟ معناته احنا بالحاله هاي بالنسبه ل الثروبوت اللي شرحنا عنه البيرفورمانس بكون محجوز لمين؟ بكون محجوز فقط للاجهزه الاثنين هذول، وبالتالي بكون في عندنا اللي هو الكامل السعه الكليه لللينك اللي موجوده عندنا بالشبكه بتكون فقط محجوزه للجهازين هذول، وبالتالي بكون البيرفورمانس سبوز تو بي انه يكون عالي جدا. النوع الاخر اللي هو بنسميه المالتيبل بوينت. برضه بنسميه احنا اللي هو المالتي دروب، يعني اسم ثاني. بهاي الطريقه بكون في عندنا الاتصال ما بين عدة أجهزة مع بعضها البعض في نفس الوقت، وبالتالي نرجع لنقطة الثروبوت. بكون الثروبوت تبعنا شو ماله موزع على جميع الأجهزة المشتركة في عملية الاتصال مع بعضها البعض، وبالتالي البيرفورمانس حتى يكون عالي لازم يكون في عندنا ميكانيزم معينة. مش بكون واطي البيرفورمانس بالنسبه للثروبوت، لا، لازم يكون في عندنا ميكانيزم معينه محدده، من خلال هاي الميكانيزم بنقدر نحافظ على البيرفورمانس يكون عالي، بحيث انه احنا نوزع بالتساوي او نشير بالتساوي متى الاجهزه مسموح لها ترسل وتستقبل الداتا تبعتها. الان موضوع اخر تابع للفيزيكال ستراكشر اللي هو التوبولوجيز. التوبولوجيز يعني كيفيه توضيع الاجهزه داخل الشبكه، كيفيه
توضيع الأجهزة داخل الشبكة. في عندنا اللي هو الفيزيكال توبولوجي نتعرف عليها refers to the way in which network is laid out physically، يعني كيف موضع الأجهزة داخل الشبكة. الآن two or more devices connect to a link, two or more link form topology. يعني قبل شوي قلنا ممكن يكون جهاز متصل بجهاز، ممكن يكون عدة أجهزة متصلة مع بعضها البعض وتبادل البيانات. كل جهازين متصلات مع بعضهم البعض بيكون بيناتهم إيه؟ بيكون بيناتهم لينك. إذا كان عندنا أكثر من مجموعة من الأجهزة معناته راح يكون في عندنا أكثر من لينك تربطهم مع بعضهم البعض. التوبولوجي هي تمثيل الجيومتريك ريبريزنتيشن لـ relationship ما بين الأجهزة واللينكس اللي بتربط هاي الأجهزة مع بعضها البعض. طبعاً في عندنا عدة أنواع، وخذها نحن هذولا اللي هو شبكات الحاسوب واحد. في عندنا البس والستار والتري والرينج والنت. رايحين نتعرف الآن على الشكل تبعهم in general. نتعرف على الشكل تبعهم in general. في عندنا كل واحدة إلها حسنات ومساوئ. طبعاً هذول مطلوب منكم أن تحفظوهن مشان تكون عندك دراية في كل نوع من أنواع التوبولوجيز اللي هي الريبريزنتيشن لمين؟ للجيومتريك ريبريزنتيشن للأجهزة واللينكس تبعتهم. في عندنا البس والستار والتري والرينج والمش. في عندنا أول نوع اللي هو البس توبولوجي. لاحظ عندنا البس توبولوجي، في عندنا الرسم اللي هون ممثلة حطينا في خمس أجهزة فقط متصلة مع بعضها البعض. هذول الخمس أجهزة برضو حطينا لكم إنه كيف بنهاية البداية، سوري بداية اللينك ونهاية اللينك، بداية اللينك ونهاية اللينك. بداية اللينك يفترض إنه يكون في عندنا شيء يحدد بداية اللينك وشيء يحدد نهاية اللينك، وهاي اللينك واحدة ستريت مستقيمة توصل الأجهزة مع بعض من البعض اللي هو الخمسة. في عندنا اللي هو عملية التوصيل، لاحظوا عندنا ما بين الجهاز وما بين اللينك، ما بين الجهاز وما بين اللينك. حطينا لكم صور عرضية ومقاطع عرضية وطولية للجهاز اللي بيوصل لنا، وايضا تيرمينيتر لنهايه اللينك اللي بيكون عندنا بالنهايه. الادفانتجز اللي هي ايزي تو كونكت، زي ما انتم شايفين هي اجهزه مرتبطه مع بعضها البعض بخط مستقيم، فلذلك عمليه الاتصال الاجهزه مع بعضها البعض بتكون وصلها مع بعضها البعض بتكون سهله. وايضا الكيبل اللي بيكون مربط الخمس اجهزه هذول مع بعضهم البعض بيكون قصير نوعا ما، يعني احنا مش بحاجه انه يكون في عندنا الكيبل طويل. المساوئ، اول سيئه في استخدام التوبولوجي هاي انه الانتاير نتورك شت داون اف ذير از ا بريك ان الكيبل. يعني إذا صار في عندنا في مقطع معين بالكيبل صار في عندنا خطأ، معناته الشبكة كلها وقعت. المسوأ السيئة الثانية باستخدام هاي التوبولوجي إنه قبل شوي سولفت لكم عن الترمينيتر في نهاية الخط أو في نهاية اللينك، هاي ضرورية تكون موجودة حتى تحدد لنا الاتصال ما بين الأجهزة مع بعضها البعض. إذا كانت مش موجودة معناته بصير الشيء عندنا اتصال مع الأجهزة مع بعضها البعض. الآن إذا صار مشكلة في واحد من الأجهزة، من الصعب جدا أن نحدد أي جهاز، يعني هو يحدد لكن بياخذ وقت طويل حتى إحنا نقوم بتحديد المكان اللي تم فيه الحدوث الخطأ.
وقلنا لكم انه الشبكه كل ما الفيلر تبعها زاد، كل ما كان الفيلر تبعها زاد هذا بيزيد على ايش؟ بياثر على ايش؟ على اي كريتيريا؟ بياثر على الكريتيريا تبعت الريلايبيليتي. ماشي، ممكن يحدث من خطا لكن الفريكونسي يكون اقل. هاي واحده. الشغله الثانيه، المتطلب الرئيسي لها قلنا انه لازم مباشره نقدر نحدد سوري باقصر وقت ممكن انه نجد الحل والمكان اللي صارت فيه المشكله. في التوبولوجي هاي باخذ وقت طويل حتى احنا نقدر نحدد المكان اللي صار فيه اللي هو الخطا. وبالتالي الشت داون بيكون فترته طويله، وبالتالي الريلايبيليتي راح تكون قليله جدا. التوبولوجي الثانيه لاحظوا عندنا اللي هي الستار توبولوجي، اجهزه عندنا 6 اجهزه متصله مع بعضها البعض مكونه شكل نجمه. طبعا عمليه الاتصال او ربط الاجهزه مع بعضها البعض هون تحتاج الى انترميديري ديفايسز. الان النودز اللي سولفنا عنهم قبل شوي بالتعريف تنقسم الى نوعين، النودز تنقسم الى نوعين، في عندنا الان ديفايسز وفي عندنا الانترميديري ديفايسز. الان ديفايسز والانترميديري ديفايسز. الان ديفايسز اللي هي مثل السيرفر ومثل البي سيز او الورك ستيشنز هذول نسميهم ان ديفايسز، بينما الانترميديري ديفايسز زي السويتش والراوتر. الان حتى يتم الاتصال اجهزه على الستار توبولوجي، طريقه الستار توبولوجي ما بين بعضها البعض، لابد يكون في عندنا اللي هو انترميديري ديفايسز. ممكن احنا نستخدم الهب اللي هو الجهاز البدائي، وممكن نستخدم اللي هو السويتش. طبعا الاثنين ممكن انه يربطن الاجهزه هذول مع بعضهم البعض على شكل اللي هو نجم. الفوائد الرئيسيه اللي هي لاحظوا عندنا برضه نفس الشيء، الاجهزه ممكن انه احنا نوصلن مع بعض بسهوله ونربطن مع بعض البعض بسهوله. لما احنا بدنا نقيم واحد من الاجهزه هاي، لنفترض اننا نوصل اي جهاز من الاجهزه هاي، باقي اجزاء الاجهزه بتكون مكونات للشبكه وبتظلهن على اتصال مع بعضهم البعض. المساوئ الرئيسيه need more cable length مقارنه طبعا مع مين؟ مع اللي هو التوبولوجي الاولانيه اللي اخذناها، اللي بتستخدم الستريت لاين او ستريت لينك. و if the hub or switch fails الاتاش نودز اللي موجوده عندنا هون كلهم رايحات يفقدن الاتصال. اذا عمليه الاتصال الاجهزه مع بعضها البعض تعتمد على مين؟ تعتمد مينلي على الهب والسويتش انه دائما يكون شغال. في عندنا التري توبولوجي زي ما انتم شايفين هي عباره عن شكل تري. في عندنا اللينك الرئيسيه اللي موجوده هون اللي هي الباك بون بنسميها، او العمود الفقري للاتصال. وبكون في عندنا مجموعه من الاجهزه. طبعا هاي بتسوي عمليه انتجريشن للتو لاست توبولوجي سوري تو بريفيوس توبولوجيز اللي هن الباص والستار. لاحظوا عندنا ممكن يكون في عندنا شكل اللي هو الستار، وممكن يكون في عندنا اللي هو شكل البص. اوكي، هذول انتجريتد تجذا مع بعضهم البعض، يعني بشكل عندنا اللي هو التوبولوجي الجديده اللي بنسميها التري توبولوجي. والتري توبولوجي هي بما انها خليط ما بين تو توبولوجيز، اذا هي تحتوي على الديس ادفانتجز والادفانتجز للتو توبولوجيز. في عندنا انذر توبولوجي اللي هي الرينج توبولوجي بشكل حلقي. لاحظوا عندنا الاجهزه متصله مع بعضها البعض بشكل
حلقي بشكل حلقي، وهون ممكن عندنا ممكن نربطهم اللي هو المالتي ستيشن اكسس بوينت، مالتي ستيشن اكسس بوينت عشان تسمح للاجهزه انها تتصل مع بعضها البعض، وايضا لها ادفانتجز وديس ادفانتجز. لكن التوكرينج بروتوكول از the second most widely used protocol in the local area network، واللي بيستخدمه اللي هو الـ after the ethernet. اذا اكثر two topology احنا بنستخدمها حاليا بالشبكات تبعتنا، اللي هو في عندنا اول شيء بنستخدم التوكر رينج، والثاني اللي هو اول واحد الايثرنت، والثاني اللي هو التوكري. في عندنا المش، ولاحظوا انه المش هو عبارة عن اتصال ما بين اجهزة مع بعضها البعض. كل جهاز له لينك مع باقي الاجهزة الموجودة على الشبكة. كمان مرة، كل جهاز، هذا اللي بميزه، كل جهاز له لينك مع باقي الأجهزة اللي موجودة داخل الشبكة. لذلك مبدئيا بنقول انه اذا بدنا نربطهم وير بكون الكيبل تبع اللي بنستخدمه احنا ماله بكون كبير جدا. ننتقل لموضوع اخر اللي هو الكاتيجوريز اوف نتوركس. في عندنا طبعا عدة أنواع من الشبكات، لكن أكثر نوعين شبكات مشهورات اللي هن اللان، والنوع الثاني اللي هو الوان. اللان اختصار للLocal Area Network، والوان اللي هي Wide Area Network. هاي رسمة مبدئية بتوضح لنا كيفية تكوين اللوكال اريا نتورك. اللوكال اريا نتورك، لاحظوا عندنا الكيبل اللي بوصل لنا الان اي سي اللي بتكون وين موجودة؟ موجودة بالكيس او موجودة على اللابتوب اللي هي الانترفيس نتورك، انترنت انترفيس اللي بتربط الجهاز مع الجهاز الآخر من خلال اللي هو الـ NIC. هنا البورت الفيزيائي physical port، المدخل اللي يتم البلاج بالسلك اللي بيكون موجود داخل اللي هو أو بندخله داخل اللي هو الـ NIC. والـ NIC هاي تكون موجودة عندنا مثلا على سبيل المثال نستخدم البي سي، تكون موجودة وين؟ تكون موجودة داخل اللي هو الكيس. عملية ربط جهازين أو أكثر هذا بيشكل عندنا اللان. وحتى تتشكل عندنا اللان هون مثلا على سبيل المثال مستخدمين اللي هو الشبكة على ش